مسكت اكستروبيا معناها ان ايزوتروبيا تحولت الى اكسوتروبيا. ساعات بتحصل سبونتينيوس مش بنتكلم فيها، وساعات بتحصل تاني يوم العمليه بتلاقي العين اللي انت داخل تصلحها الايزوتروبيا اكسوتروبيك، برضه مش هتكلم فيها كتير. انا هتكلم العيان اللي انت عملت له الاينمنت حلو وبقى اورثوتروبيك وقعدت تتابعه وبعد كذا سنه بقى اكسوتروبيك. بتحصل كتير معايا عيان كونجنتال استروبي عادي بقيسه باي نيد ريسيشن، الاقيه حصل له تاني يوم العمليه اكسوتروبيك. بتحصل. انا نفس البقيس، انا نفس الجراح، نفس الجدول اللي انا ماشي بيه طول عمري، نفس الاطفال اللي دخلوا في نفس اليوم على البنت دي تصلحوا، ليه دي حصل لها كده في الحلم الاشعه؟ بعض الدكاتره بيخافوا من الحته دي وبيشيبوا شويه. دكتور ميكا محافظ عليها، انا محافظ عليها جدا. ما فيش حاجه اسمها انك تطلع العين ايزوتروبيك تاني عشان خايف يحصل له اكسوتروبيا. انا بعتبر ان الاندر كوريكشن فيلير دي الحاجات اللي تاني يوم بلاقيها دي مش هنتكلم عليها كتير. انا هتكلم في الليت اونست كونسيكتيف اكستروبيا، طفله صغيره بعد بي ام ار عشان يصلح لها كونجنتال ايزوتروبيا، مشيت كتير كويس قوي، بعد عدد من السنين حصل لها كونسيكتيف اكستروبيا. انسنس كبيره، بعض الكتب بتتكلم في 5، بعض الكتب بتتكلم في 40، المين بيزنس جدا يعني متفق الى حد ما 27%، ده رقم كبير. دي عيانتي مشيت كويس خالص، كانت ايزوتروبيا مش مصلحه بالنضاره، عملت لها عمليه وصلت 12 13 سنه، ابتدت تلبس حاجات لطيفه وبعدين تخنق بقى ثانويه عامه، وبعدين ابتدى يحصل لها اكستروبيا وهي في الجامعه. ده منظر التيبيكال كونسيكتيف اكستروبيا اللي احنا بنقابله. لو عينك انت بيجي لك بتلاقي المنظر ده 27% يا جماعه. بنبص في الكتب على ريسك فاكتورز، لو كان عندك فيرتيكال اليمنت انت ما صلحتوش في اثناء تصليح الايزوتروبيا ده ريسك فاكتور، ممكن يحصل له كونسيكتيف ايزوتروبيا. او لو دي الامبيولوجيا اللي الدكتور بيتكلم عليها، او لو عملت ريسيشن كتير قوي الانجل كبيره قوي 6 7 7 ونص 8 عند بعض الناس ما تصلحش غير كده. بعد شويه البنت الالايند الاموره دي ديفينتلي وانا عملت 8 ميجا ريسيشن، شوفها كمان 5 6 7 سنين او اقل او اكتر لازم يحصل لها كونسيكتيف اكستروبيا. ده ريسك فاكتور انك عملت لارج ميديا ريكتس ريسيشن. ريسك فاكتور برضو انك تعمل لا تريكتس ريسيشن وتسيب سكار اللي هو سكار تيشو اللي كان بيتكلم عليه الدكتور ابراهيم، او ليميتد ادكشن ده ريسك فاكتور اللي بعد ما البنت بتصلح بس يكون عندها ليميتد ادكشن، دي محتمل في المستقبل يجي لها كونسيكتيف اكستروبيا او تتفتون بقى في الاكوموديتيف ايزوتروبيا. الفولي اكوموديتيف ايزوتروبيا لو سمحت ده مش سيرجيكال، مش سيرجيكال بروبلم، ماليش دعوه، ده رايي. او لو دخلت في بارشلي اكوموديتيف ايزوتروبيا، ايزوتروبيك بالنضاره بتصلح سنه بس مش قوي، المفروض تقول الام دي هنعمل لها بي ام ار، بس لو سمحتي من غير نضاره هتبقى حوله، ولما تلبس النضاره هتتعدل، في جزء من الحول يا امي معدول من النضاره وفي جزء مش معدول، انا هعدل الحته بس اللي هي مش معدوله بالنضاره، بس لما تلبس النضاره هتبقى مش حول. الديبيت بقى للعيانين عندهم كونسيكتيف اكستروبيا، هل الميديا ريكتس اللي انا عملت لها ريسيشن عاملاها ادفانسمنت قدام ولا اعمل لاتا ريكتس ريسيشن؟ ديبيت كبير في الكتب. لما يكون الكاركتيرا دي موجوده بترجح كفه الميديا ريكتس ادفانسمنت اذا كان في كونفيرجنس ديفيسيت او الادكشن نورمال مثال حاله الدكتور ريم قال عليها، او لو في فيرتيكال ديفيشن موجود لان انا عايز اصلح الفيرتيكال ديفيشن وما ينفعش اشتغل على اللاتا ريكتس ما اشتغلتش عليها مش هبقى في سيريس، فبعمل ميديا ريكتس ادفانسمنت. طب وايه الحالات اللي اتكلموا عليها انها افضل انها اعمل لاتا ريكتس ريسيشن افضل من ميديا ريكتس ادفانسمنت؟ لو اكسسيف دايفيرجنس او ليميتد ادكشن في الحاله دي عشان السكار تيشو موجود في اللاتريكس لازم اعمل لها ريسيشن عشان احرر العين، او اكسسيف لاتريكتس ريسيشن. اللي معلوم قبل كده ناس قالوا لا عملنا ادفانسمنت عملت معاها 46% نجاح، وقال ناس عملت ريسيشن عملوا كذا نجاح. طيب
اللي معلوم قبل كده ان الحالات دي فيري ديفيكالت كيسز، مشكلتها ان مفيش سيرجيكال تيبلز، يعني مفيش الايفكت بتاع الادفانسمنت يا جماعه. لما تكون الميدل اكس عاملاها ريسيشن وبعدين اخدها تاني احطها في الانسيرشن بتاعها اللي هو خلقه ربنا، الايكويشن بتاعي المليمتر تو بريزم دايوبتر اللي احنا عارفينها في الحالات العاديه بتاع تحريك العضله مش ابلايد على كونسيبت استوريا خالص خالص. بيحصل في معظم حالات الكونسيبت استوريا بعد ما تفضل عليهم بيحصل او دريفت حتى بره، بعض الجراحين يقولوا انا ادخلها لجوه شويه خمسه بريزم دايوبتر علشان اللونج تيرم سكسس. وده التيبل بتاعي السكسس ريت بتاعه حلو جميل معايا، مقسمه اذا كانت اني 15 او 25 او 35 او اكتر، مش ماشي بالرول بتاع ميديا ديكتس افضل ولا لازر ديكتس افضل، انا ماشي بالتيبل ده. اذا كانت 15 باذن الله صغير كفايه اول ميديا ديكتس ادفانسمنت زي البنت دي صلحتها بوان مصر، لو الانجل 25 درجه تعمل 2 ميديا ديكتس ادفانسمنت، لو من 25 ل 35 بعمل ثلاث عضلات العضلات 2 ميديا ريكتس واحده لاتر ريكتس ريسيشن، لو 35 فيما فوق بعمل الاربع عضلات. التيبل ده ماشي معايا كويس. شكرا يا فندم. انا بشرف انا